بصرة، يعني كل محافظات العراق منتجة، كل محافظات العراق، لكن البصرة لها استثناء، البصرة لها خصوصية، الخصوصية تنبع من أنه تعاني من المخلفات النفطية كثيرا. لعله الإحصائيات واضحة عندكم كقنوات إعلامية، واضحة عند الساسة المسؤولين، إحصائيات الأمراض اللي موجودة بالبصرة نتيجة هذه. أستاذ علي، شنو سبب تهميشكم؟ أستاذ علي، وصفت وضعكم بالمضطهدين والمهمشين، وصفت وضع المهندسين مضطهدين ومهمشين، شنو سبب اضطهادكم وتهميشكم؟ ليش ديت تتعاملون بهاي الطريقة؟ سبب الاضطهاد والتهميش هو عدم سماع صوت المهندس من قبل الجهات المعنية. نعم. وهذا ما يوصف له، يعني المفروض يعني على الحكومة انه تلتفت لهذه القضية، تشوف مهندس يتظاهر، زين ليش هذا المهندس يتظاهر؟ هل هناك قلة شركات في البصرة عاملة بالقطاع النفطي؟ نعم. سواء الشركات الخاصة او الشركات الحكومية، المطلب الحكومي. هسه اذا صار فرصة خلال اللقاء انا اعرج ليش اتكلم عن المطلب الحكومي وعن التعيين الحكومي. زين، هل هناك قلة في فرص العمل؟ زين، الاجنبي في مختلف جنسياته جاي يشتغل في بلدي، ليش انا اجد انه العمل شحيح علي في بلدي وفي محافظتي؟ المفروض الحكومة، المفروض الجهات المعنية تشكل ورشة عمل تدرس مطالب المتظاهرين، ورشة عمل تهتم بشريحة المهندسين. زين، شنو مطالبكم استاذ علي؟ شنو مطالبكم اللي تريدون الحكومة تدرسها؟ مطالبنا انه الحكومة لما وضعت بالموازنة. نعم. ووضعت بالقوانين انه ايقاف التعيين لسنتين او 3 سنوات قادمة، انه هذا الموضوع يحتاج فتح طريق بديل حتى ما يكون القضية مقفلة على المهندس، يعني المهندس ما يتخرج المجهول. وانتم ايضا ما يخفى عليكم حتى في السنوات السابقة من 2014 لعله، من 2012 الى يومنا هذا، نجد انه التعيين وفرص العمل الحكومي خاصة بالمحسوبية والواسطات اكثر مما هي خاصة باستمارة وتشمل الجميع، اكثر مما هي فرصة عمل واسعة.